السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام يا سيد أمور. كان لدي عمل في إنغول، ولكن سمعت أن شيخي يرغب بمقابلتي فأتيت مسرعا. خيرا يا شيخي، هل توجد مسألة مهمة؟ أجل، المسألة مهمة، تفضل. بسم الله. كما قلت لك يا سيد أمور، خصومة سيدين كبيرين من أهم سادة التركمان ليست أمرا صحيحا. من أجل إنهاء هذه الخصومة وتقارب القبيلتين من بعضهما بشكل أكبر، يجب فعل أمر واحد، وهو الزواج. وأنا أرى أن زواج عثمان من ابنتك السيدة مالهون سوف يحقق هذه الوحدة. بالتأكيد أنت من سيقرر في هذه المسألة يا سيد أمور. أظن أنك ستعطي قرارا خيرا. شيخي، ولكن عندما قلت لي فاجأتني. أعذرني على دهشتي يا شيخي. نحن جاهزون في الوقت الذي تريده وحاضرون. سلمتي. من الأفضل أن يأتي السيد عثمان بنفسه إلي يا شيخي، وسوف أتشرف باستضافتكم. أستغفر الله، سأتي أنا والسيد عثمان معا إن شاء الله. ستشرفان خيمتي. حسنا، الآن اسمح لي يا شيخي. تفضل يا سيد أمور. سلمت.